بالنسبة للناس اللي عندها والده أو والدته مريض كبد متطور، أو أي مريض مثلا جلطة، أو مريض تليف كبد متطور وعايش لوحده في البيت. للأسف أنا بيجيلي حالات كتير جدا أتفاجئ إن الحالة الراجل الكبير أو الست قاعدين لوحدهم في البيت وعندهم أولاد وبنات، فأنت يعني بياكل إزاي وبيشرب إزاي؟ ألاقيهم بيبصوا لبعضيهم ويقول لك احنا بنروح نعمل له اكل او بنروح نجيب له اكل او كلام من ده. يا جماعه طبعا ده ما يصحش اطلاقا. قدامك حاجه من اتنين، يا اما يكون تاخده في بيتك عندك الولد، ربنا قال اما يبلغن عندك الكبر يعني عند الولد، او تجيب له خادم او خادمه تقعد معاه بفلوسكو علشان خاطر ترعاه، لكن احنا نسيبه لوحده سواء مريض كبد او مريض جلطه او ايا كان يقعد لوحده. طبعا المريض بيقع في الحمام، ممكن يجيله غيبوبه كبديه، المريض ممكن يعفن وممكن يموت في البيت، للاسف محدش يحس بيه. ده غير برضه ان التغذيه بتاعته مش حلوه، ما بيعرفش ياكل كويس، ما بيشربش ميه كويس، فبيجي المريض عنده جفاف، عنده مشاكل. فحرام علينا طبعا، نتقي الله عز وجل في ابائنا وامهاتنا، لان ده دين وهيترد. خلي بالك كما تدين تدان. قال تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. إما يبلغن عندك الكبر يعني عند الولد أو في بيته، يعني مش هتقدر تجيبه في بيتك لظرف ما أو سبب ما، تجيب له حد بيخدمه يقعده في البيت عشان يرعاه بالفلوس بتاع أبنائه أو حتى بفلوسه هو. المهم ما ينفعش يسيب مريض كبد يقعد لوحده، بيدخل في غيبوبة، يقدر يدخل الحمام، لأن يعني ممكن يقع في الحمام لا قدر الله، وده حصل كتير جدا. فللأسف ده حاجة في غاية الحزن والسوء إن إحنا نسيب مريض كبد كبير عايش لوحده. فأرجو أي حد عنده والده كبير أو والدته ست كبيرة عايشة لوحديها، يا إما تجيبه عندك في البيت عندك، تمام؟ وطبعا هتقول لي مراتي أو أولادي والكلام من ده، طبعا لا، خلي بالك لأن دينها هيترد أيا كان. فربنا عز وجل أوصاك بوالديك إحسانا، لازم تحسن إليهم في الكبر، يا إما تجيب لهم حد يرعاهم بمالك أو بمال أبيك. أسأل الله عز وجل أن يرحم آبائنا وأمهاتنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى.